خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونعرف الكتابة كانت إزاي والكواليس نفسها عاملة إزاي قبل عرض الفيلم. معايا مؤلف الفيلم الأستاذ عمر عبد الحليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام شبكي، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين. دم المصريين خط أحمر، ده العنوان الكبير اللي بدأت تكتب منه الفيلم. مظبوط مظبوط. الحقيقة كانت الواقعة بصفة عامة، والحادثة اللي وقعت في 2015 لل 20 مصري، هم 21 قتيل، أو خلينا نقول 21 شهيد، 21 فيهم 20 مصري، وأحدهم يحمل أحد الجنسيات لدولة أفريقية. كان يعني كانت يد الإرهاب الغاشم نالت منهم 2015، وكانت ليلة أعتقد المصريين كلها يعني فاكراها كويس قوي من الناس يومها. طبعا وكان خطاب السيد الرئيس مؤثر جدا، وعلى مشارف الصباح يعني على الفجر كان رد مصر القوي حاضر وواضح. فكان الحقيقه واقعه ما تمرش اعتقد على المبدع او المبدعين بشكل عام، وكان في رغبه حقيقيه بتجسيد تفاصيل الواقعه دي في عمل فني سواء مني او من اخرين، بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى خصني بالنعمه دي وبالفضل ده ان انا لقى القبول في اني لما تقدمت بالفكره. الحقيقه لقيت يعني قبول عالي جدا من طب خليني ارجع معاك الى القلم والورق والفكر، وبدات تكتب منين؟ لانه الاحداث حقيقيه، اتفق جدا معاك، ولكن عشان ننقل احداث حقيقيه الى ملعب الدراما تحتاج اكيد مجهود وتصاعد درامي وبناء شخصيات وبناء احداث، يعني مش بالسهوله. ما هواش خبر هيجي في نشره، ده في هنا صناعه دراما. مظبوط يا فندم، مظبوط. الحقيقه يا فندم هو الفيلم ده يعتبر يعني انا كان عندي مسلسلات قبل الفيلم ده، وكان عندي بعض المشاريع الاخرى شغال عليها، بس الفيلم ده كان له واقع وشان مختلف تماما، لانه استغرق عدد كبير جدا من الفترات دراسه وبحث، لانه مش بس بتحكي عن واقعه حدثت في تاريخ القريب لقتل عدد من الشهداء واقتصاص الدوله منهم، لا انت كمان بتحكي واقع مجتمع ليبي كان بيعيش طبعا بيعيش يعني ازمه كبيره جدا ومختلطه وملتبسه، وفكر موزه كان امر صعب جدا، زائد انك عايز تتكلم عن الشخوص دي فلازم تعرفهم، فكان استغرق مني دراسات كتيره جدا طبعا تعرضت ليها بقى زي علم نفس الارهاب، وتعرضت لاصدارات مرصد الازهر لمكافحه الارهاب، وكل الكتب اللي تحدثت عن الفكر المتطرف او الارهابي، حتى الكتب اللي على الطرف الاخر من النهر، يعني حتى كتب اللي بيصدرها الجماعات الارهابيه نفسهم يعني او القاده الارهابيين نفسهم، عشان اقدر اكون فكر عشان تعرف الفكر ده كان بيعمل كده ليه. مظبوط مظبوط. طبعا انا كبني ادم عادي وكرجل يعني يعمل في الفن انا اوريدي متعرض لده، بس ما كنتش طبعا بالاستغراق الكافي، وده خلاني اعمل عمليه بحث مطول يعني، ده كان جانب كبير جدا من البحث والدراسه، وبجانب بقى ان انا كان عندي شخصيات بتحمل وظائف حساسه جدا، فبالتالي طبعا كان لازم اقدر ادرس طبيعه عمل الوظائف دي، وده خلاني اتحرك على وظائف يا استاذ عمر هو ده عملها الدائم، وهو الحفاظ على امن وعلى ارواح المصريين وعلى يعني قواتنا المسلحه، ده عملها الدائم، هم مرابطين طول الوقت سواء هذه العمليه او غيرها، يعني الناس دي واقفه على خط النار طول الوقت يعني. صحيح. صعوبة العمل ده يعني كان عملية البحث دي عملت حالة من الشحن كبيرة جدا جدا، ثم بقى تعاملت واشتغلت على الوقائع نفسها، ازاي قدرت بقى اكون حبكة جوه الفيلم ده، هنشوفه ان شاء الله اول ما الفيلم اكيد كلنا متشوقين جدا. المشاهد شكلها صعب، راس السقه وهي في الرمل صعب، المشاهد شكلها يعني مشاهد يعني شديده الصعوبه. يعني خليني اقول لحضرتك ان انا يعني من خلال برنامج حضرتك انا عايز انا شاكر جدا طبعا على المداخله، وليكي مني كل الشكر والاحترام والتقدير. انا كمان عايز اقول لك انه الشركه المتحده وتحديدا شركه سينرجي استاذ تامر مرسي وسينرجي فيلم استاذ احمد بدوي اهتمامهم بالنوع ده من الاعمال، وده عمل طبعا فندم اضخم عمل سينمائي هيقدم خلال السنين دي،
لانه عمل مش بس في عدد هائل من النجوم، لا ده في ده اكبر عدد ايام تصوير حصل في فيلم سينمائي. وهنا انا استاذنك يا عمر واستاذن مخرجنا بس نرجع سريعا للصور والمشاهد. كلمنا عن اماكن التصوير، انا شايفه طبعا اماكن التصوير اكيد كلها خارجي، وعندك طبعا يعني اكيد استعنتوا بالقوات المسلحه، او يعني حصل استعانه اكيد بحاجات كتير. كلمني اداء الممثلين حتى نفسه في الكتابه وتوجيههم طبعا متوقع. يعني انا بالنسبه لي طبعا انا فكره ان شركه شركه كبيره تهتم وتعني بتقديم عمل زي ده ثم توكل اخراج العمل لمخرج كبير جدا، انا واحد من جمهوره قبل ما يتحول الى صديق واخ استاذ احمد نادر جلال، كان بالنسبه لي خطوه عظيمه جدا، لان بقى عندي ضمانه انه العمل اللي انا كاتبه ده هيخرج على افضل صوره. والحقيقه استاذ احمد كان في حلول ابداعيه كبيره جدا في مناطق كامله من ليبيا ومناطق تانية جاءت يعني ذكرها في احداث الفيلم تم بناءها بالكامل معانا الباشمهندس باسل الحقيقه. أيوة. يعني ابدع في كل ما يخص بناء الديكور، واستاذ احمد نادر كان عنده حلول يعني كانت مبهره جدا والناس هتشوف ده اثناء الفيلم، زائد طبعا دعم اللي احنا تلقيناه من كل الجهات المعنيه بتوفير اماكن حقيقيه للتصوير او توفير قواعد جويه او خلافه. احنا اول واضح فيلم عربي واضح جدا يتصور في بطيران حقيقي، يعني دي حاجه أكيد. يعني حاجة كل مشاهد الطيران دي حقيقيه اللي احنا شفناها على الشاشه، الطيران الاستعداد الطيران هي بتطلع، كل هذه المشاهد هي مشاهد يعني حقيقيه يعني. الحمد لله رب العالمين. احنا طيب سؤالي الاخير يا استاذ عمر، بعد الانتهاء من الكتابه الانتهاء من التصوير باقي فقط ان يشارك الجمهور في مشاهده هذا العمل وينضم الى هذه الكتيبه، حسيت ان الدراما كتير كمان هي بتاخد حق المصريين بتدافع عنهم، لان الدراما بتوثق للتاريخ كمان. 100% يا فندم. انا بشوف يا فندم الفن، انا يعني انا طبعا هو آراء الناس مختلفة في مسألة الفن بصفة عامة، فأنا بشوف إن الفن زي ما هو وسيلة للتسلية ووسيلة للترفيه، هو يعني ينبغي إنه يبقى وسيلة تحمل رسائل وتحمل مضامين وتحمل فكر وتحمل تاريخ، لأنه دي جملة يمكن مش غلط يمكن إن أقولها، أنا حاططها على لسان أحد الأبطال، إنه إحنا لو ما حكيناش الحدوتة بتاعتنا حد تاني يحكيها لنا. بالظبط بالظبط، لازم نحكي حدوتتنا. انا كنت بحكي كده في الاول، كل حاجه فيها تاريخنا وفيها حكاياتنا لازم نكون احنا الراوي حقيقي. بشكرك شكرا جزيلا، انا اول واحده هتكون موجوده 1 مايو بتتفرج اكيد، وارفع التحيه العسكريه الى قواتنا المسلحه والى هذا الفيلم العظيم باذن الله. شكرا جزيلا، ولنا حديث بعد المشاهده بالطبع اكيد عشان نتكلم على تفاصيل اكتر. مؤلف فيلم السرب الذي ان شاء الله هيكون موجود في دور العرض 1 مايو باذن الله، الاستاذ عمر عبد الحليم، اشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم باذن الله.